حكم الصلاة في مساجد الصوفية مع العلم أن أقرب مسجد مساجد السنة يبعد عني قرابة 20 دقيقة مشيا على الأقدام، فهل يجوز أداء الصلوات في المنزل؟ طيب، الصلاة في مساجد الصوفية لابد أن تخلو من أمرين. الأمر الأول أن لا يكون في المسجد قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. قام واحد اسمه ليزيرك، ليزيرك ده صوفي منتشر الآن في الإذاعات وفي غيره، بيحاول يصل للشرك والكفر ده. ها؟ قال أما حديث لعنة الله على اليهود والنصارى، الرسول قال لعن الله اليهود، ما قال لعن الله المسلمين. طيب، عائشة رضي الله عنها قالت، وده فهم السلف في النقطة دي، عائشة رضي الله عنها قالت: يحذر ما صنعوا. ها، يحذر ما صنعوا دي معناها شنو؟ ها؟ عشان ما نسوي زيهم، مش عرفتها؟ يعني الكلام لك يا المنطط عينك، وهو ما بيفهم ذاته أصلا ولا داير يفهم. ياخذها بيستدل على انه تقول نظره ومدد، نظره يا ابو هاشم ومدد يا شيخ. قال ربنا، قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ده قال دليل على انه انظرونا، قال ده دليل على نظره يا شيخ، نظره يا ابو هاشم، عرفتها؟ ده دليل. انظرونا معناه امهلونا، يعني انتظر، ونظره معناه عين، عين ليه؟ اسي العلاقه بيناتهم شنو؟ نمرة اثنين، الكلام ده قالوا المؤمنين ولا المنافقين؟ قالوا المنافقين. يا اخي تتباري المنافقين؟ ها؟ وكمان مباريهم وين؟ مباريهم في الاخره هناك. ربنا قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ربنا قال شنو؟ هل طلبهم ده قبل ولا رفض؟ ها؟ ربنا قال شنو؟ قيل: ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. ده يدل على أنه أنظرونا معناه شنو؟ أمهلونا. ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم وارتبتم وغرتكم الحياة وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. عرفت؟ فده زول غريب جدا. قال طينة ود الطريف تشفي من السعر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ده دليل شنو عليه؟ يا مهنا والله ذاته كلام غريب. عشان كده شوف، إذا ما بقى في فهم السلف، والله الدين ده يجود جوطة شديدة خلاص. محمود محمد طه قال: سقطت عني التكاليف. الدليل شنو؟ قال: من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. حتى ده قال حرف غايه، جاني اليقين خلاص تاني بعد ده الصلاه سقطت مني. طيب، الرسول جاء اليقين ولا ما جاء؟ جاء ولا ما جاء؟ ليه ما خلى الصلاه؟ اخر ايامه كان بيقول شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاه وما ملكت ايمانكم. عشان كده شوف الدين ده، والله يا اخواننا لو خلوا اي زول بيفهم براو حيبقى في عدد دين اسلام بقدر فهوم الناس. انا بعد ده بجي افسر لك، يجي الشيوعي ده، يجي كورك او الشعبي، نحن دارين تفكير حر، يجيك الكوزي يطقك بيسيخه، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال: وانزلنا الحديد فيه باس شديد. ها، رايك شنو؟ تقدر ترد عليه؟ ما ده فهمه برضه. يجيك بتاع داعش برضه بالفهم بتاع سيد قطب: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب، سلمنا معاك الحكام كفار، نحن مالنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. فانت لما الحرام يسرق تمشي تفتح بلاغ ولا ما بتمشي؟ بمش. اذا انت تحاكمت الى الكفار، واللي بيتحاكم للكفار هو كافر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى انتم كفار، يبقى لازم نجاهدكم، نجيب حزام ناسي. فلو الدين بقى بيفهم الناس كده كان البلد دي جاطت جوطة شديدة جدا. عشان كده لابد من شنو يا اخواننا؟ من فهم السلف، الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم.